انا بناشد الملك عبد الله مدير الامن العام. اجوا هاجموا اخوي بالليل واخذوا ابنه غدر وقتلوه وما درينا فيه ولا درينا فيه غير من الناس. اخذوه على المستشفى. الامن كله هجم بالاسلحة بكل شيء، هجموا عليه بدون سبب. طفل عمره يتيم منه سنتين واخذوا معهم وقتلوه بالبواريد وبالبساطين، خبطوا عليه موتوه وودوه على المستشفى. رحنا نشوفه ما حدا رضي ورينا اياه، طردونا من المستشفى. جابونا السريع وجابونا مصارمين وعجبوا علينا في المستشفى يعني. والبحث الجنائي اجى هجم وقتل معاه وهو بريء، لا هو ولا ابوه الهم في اشي. واجوا هيك لله في الله واخذوا هاي ومات. وانا طبيبة على جلالة الملك انها تحصل حقها اليتيم. يتيم له 15 سنة الولد وخلص. انا عمته اجوا داهم الدار واخذوا اياد للبكا. عمة اياد، اياد خليل حسان بناشد الملك حسين. اجى البحث الجنائي الملك عبد الله، اجى هاجم على دار اخويا وقتلوا ابن اخويا واخذوه في البكم زي الغنمه. اخذوه غاد بعد ما مات اعطونا خبر النوميه ونفوه، ما عرفناش وين ودوه هو وابوه، وما رضوا يخلونا. وانا شفتهم بعيني وهم يعذبوا في خليل، وفيش عليه شكوى، مش عامل اشي خليل. واتهموا الابو انه هو اللي رمى ابنه من فوق الدار، وهو ابنه وحيده، هو الهوى اللي بتنفسه خليل. الله يسلمك. يا صيح بدك تحكي؟ ارفع ايدك عن وجهك قوي. ايوه بدي صور ايدك بالصيح للحجة.